جديد وحصري وقنبلة 2021. احنا يا جماعة وبكل بساطة مش بس انه احترفنا الكنافة ولفنا سندويشات خبز، ولا انه احترفنا المنسف بالاردن وحطيناه بكاسة، وكمان احترفنا الفلافل وحطيناه جوا الكيكة اللي قدامكم يا جماعة. هاي كيكة الفلافل من اعداد الشيف صدقي. كم انت يا ايها الاردني عندما تبدأ فعلا يا شيف انك طقعت للشيف بوراك واللي بزين فيه حمص وليس كريمة. اللي عجبت الفكرة بتمنى يبعث لنا فولو ولايك وينشر الفيديو بكل مكان. الآن الشيف لمساته الأخيرة ومنشوف الله الشغل الأسطوري. الله 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 الله، شوف يا جماعة المنظر، شوفوا المنظر. الله الله، مية عمية شيف، مية عمية. نعم 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 عزيزي المشاهد، أنت في الأردن كل التحايا.